هاي ملك. هاي شيف. كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيفك بالسامبا؟ ماشي الحال، بس بحضر على التيفي. بتحب السامبا يعني؟ ايه. بتحب الاكل البرازيلي؟ اكلت شي مره برازيلي قبل؟ ايه، رايحه على مطعم برازيلي هون بالامارات، كثير طيب. فاليوم مطبخنا برازيلي. كمان ما حنعمل يعني، اكيد في اطباق على طول مثل الطبق الوطني اسمه فيجوادا، عندهم شراسكو برازيل، مطبخ كثير واسع ومتاثر بكثير بلدان. اليوم حنعمل ثلاث وصفات، واحده حتكون حلو اللي هي كورن ميل كيك، يعني جاتو مع اناناس. وحنعمل بعدين حنعمل مازه صغيره بيعملوها عندهم اسمها تشيز بولز، وحنعمل سمك، يخنة سمك برازيليه. اوكي، بس من اطيب الاكلات عندهم هن الشراسكو برازيل، اللي هن لانه بلد غني باللحوم. يعني عندهم لحوم كثير طيبه. فالاكل البرازيلي بيركز كثير على اللحوم. عندهم هيدا الشراسكو برازيل، هو السيخ اللي بينقص قدامك على الطاوله منه، مزبوط، شرحات كثير مشهور. وزياده عندهم طبق الوطني الناشونال ديش اللي بينعمل بمناسبات كثير، هو الفجوادا اللي هو رز وفاصوليا مثل ببلادنا بلاد الشام. بالمطبخ البرازيلي بيعملوا رز وفاصوليا، بس بيستعملوا فاصوليا اكيد سوداء، كذا نوع فاصوليا حمراء وسوداء، بحطوا فيها دجاج ويعني كذا نوع لحوم وسجق وما سجق وشغلات معينه اكيد من اللحوم اللي عندهم، بيتقدم حد رز. ف مطبخ غني بالطعمات، خاصه انه كان في كثير بلدان قطعت على البرازيل، منها البرتغال اللي هي اول بلد نعمل له، راح عمل هناك شو بيقولوا كولوني بقلب البرازيل، ومش هيك بيحكوا برتغالي، بيحكوا برتغالي. بس الشعب الاساسي هو الشعب الهندي الامريكاني، مزبوط، مش الهند اللي ساكنين بالغابات المطريه 100%. فهن اللي كانوا اصلا الموجودين الشعب الاساسي هناك، وبعدين اكيد اجى شعوب من برا، عندهم الافارقه، عندهم يعني كل شعوب من افريقيا اجت عاشت بالبرازيل، هلا صاروا هن اصلا برازيليه. عندك الشعوب العربيه اللي راحت عايشه هناك كمان، صار في جاليات عربيه كثير كبيره. فلذلك بنلاقي انه اكلهم كثير مشكل. مثلا الكبه، كلمه كبه اللي هي اكله شاميه 100%، موجوده عندهم باكلهم، سموها كبه وصارت موجوده عندهم. هذا من تاثير العرب، من تاثير العرب. البرتغالية الإيطالية راحوا هناك، الإسبان اللي راحوا لهناك، فكمان أكلهم مشكل بالخضار وباللحوم. وبيستعملوا كثير البطاطا الحلوة أكلهم، والتابيوكا اللي هو التابيوكا اللي هي نبتة مثل البطاطا الحلوة شكلها، لما بني أكثر بنشيل منها طحين. هلا حنعمل منها وصفة، يلا حنبلش. أوكي، بالتشيز بولز. يعني فعلا اذا حدا بده يوصف المطبخ البرازيلي ما عنده عنوان من كثرة التنوع الغني فيه. يعني كل بلد حطت مثل ما سبق وقلت، مثل ما بيقولوا امضاءه بهذا المطبخ. عم نستعمل طحين ابيض وطحين تابيوكا. التابيوكا بيستعمل كثير بالمطابخ الصينيه، حتى عندهم تاثر بالمطابخ الاسيويه، خاصه اليابانيه والكوريه بالبرازيل.